بسم الله كده ونبدأ في الدروينج بتاع اللور فور. اللور فور المقاسات بتاعته فين؟ تمام. الكراون عندي 34 زي الابر فور، الروت 56، كراون بحط نقطتين هنا، نقطة هنا عند طول 34 ونقطة هنا عند طول 34 برضو، واوصل بين النقطتين بايه؟ بمسطرة. وكذلك الروت 56 و56 اوصل بينهم. تمام. بعد كده حددت الاتجاهات بتاعتي، باكال، لينجوال، ميزيال، ديستال، ايا كانت. هبدأ بالميزيال، ميزيال بعد كده هبدأ بالديستال، ديستال بعد كده ميزيال مشترك، ديستال بعد كده باكال، لينجوال مشترك، باكال. انا بعمل حكاية المشترك دي ليه؟ عشان فيه خطوط احيانا بتتشد بين الايه، بين الاتجاهين، خطوط بتتشد. ما علينا، نبدأ من اول. هنا البكل هشتغل على الميزيو ديستال او الديستو ايه، ميزيال ايا كان الاسم، يعني هو دايما بيسميها لك الميزيو ديستال دايميتر. بيديني مقاسين، مقاس عند الكيرفكس ومقاس عند الكراون. اللي عند الكيرفكس 10 و10، ماشي، حددت 10 و10. تمام. الميزيال سلوب والديستال سلوب، هنا الميزيال سلوب والديستال سلوب في وضعها الطبيعي، يعني في الابر فور هنقارن اهو بين الاثنين. في الابر فور كانت معكوسه، كان الميزيال هي اللي طويله والديستال قصيره. هنا هنرجع لوضعنا الطبيعي اللي هو ايه، الديستال هي اللي طويله والميزيال هي اللي قصيرة. ماشي. هنزل قد ايه من فوق لتحت؟ هنزل من ناحية الديستال 12 ومن ناحية الميزيال 8. على الميد لاين هنزل 12 و8، حط نقطتين، اشد الخط بتاع كل نقطة. ماشي. بعد كده هحط النقطتين التانيين اللي هما بتوع ايه، الميزيو ديستال دايامتر على الكراون. هنا الميزيو ديستال دايمتر على الكيرفكس، ما تنساش. ماشي. 14 و14، وبعد كده ابدأ اوصل ما بينه. حاول تخلي الخطوط مش ستريت لاينز، دي نقطة، وما تعمليش اي شارب انجلز في الرسم. ما فيش شارب انجلز خالص. مش كده يعتبر خلصت الكراون. بنضف اللي جوه ده، هاتلي بقى الروت. الروت كيرف الديستالي ده ايه؟ ده الديستال. على من هنا كده واعمل لي طربوش مايل ناحية الديستال، وابدأ وصل للطربوش ده. موضوع بالنظر برضو، يعني انت ونظرك، انت ورسمك كده يعني. ماشي. هاتلي هنا كده، دي بتتعمل برضو بالنظر، ولون لي الروت كده على خفيفة، يدي لك شكل جمالي حلو. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سيرفايكال ريدج، خطوط كده في النص، خطوط كده، باكل ريدج تشاور له عليها وتقول له ده باكل ريدج وتقول له ده سيرفايكال ريدج. طيب من ناحية اللينجوال بقى، هي نفس اللي عملناه. هيفرق في ايه؟ هيفرق ان انا
اللينجوال كاسب قصير جدا عن البكال كاسب، هنزل من الكاسب تيب بتاع البكال لتحت 12 ملي واحط نقطة واروح عامل كده اهو. هسيب من هنا شوية ومن هنا شوية، يعني ما شدش لتحت، لا لا لا، هعمل كده اهو في النص كده شوية، واسيب هنا شوية دول واسيب الشوية دول، وبعد كده اروح شادد كده مارجنال ريدج محترمة كده. تمام، هعمل بين القصبين ترانسفيرس ريدج، وهاجي في الشارب انجلز ابطط الزوايا كده اخليها مدورة شوية، هعمل الفصة. بعد كده اجي بقى ده لينجوال وانا شغال لور فور. اللور فور فيه كاركترستيك فيتشر مهمة جدا اللي هي الميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف. مش ده اللينجوال؟ دور لي على بقية الكلمة، انا بقول ميزيو لينجوال، فين بقية الكلمة؟ انا قلت لينجوال يبقى باقي ميزيو، فين الميزيال؟ دي ميزيال؟ لا دي ديستال. دي ميزيال؟ اه دي ميزيال، يبقى ميزيو لينجوال يبقى هنا. اروح اعمل خط هنا كده واقول له دي الميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف بس، والروت بتاعي عادي جدا نفسه بالظبط يعني. طيب بعد كده الميزيال من ناحية الكيرفكس 13 و13، انا شغال دلوقتي مقاسات الباكو لينجوال ناحية الكيرفكس 13 و13، من ناحية الكراون 15 و15، ادي دي 15 وادي دي 15. هنزل من تحت ماشي، المقاسات دي تحت هنا يعتبر شبه تمام. هبدأ اوصل بقى، بسم الله، ادي كده ادي الباكال كاسب وادي اللينجوال. شوف انا عملت ايه، يشدي شوية كونكيف لجوه، بعد كده طلعت هنا عملت كده. طيب يا سيدي الكاسب اللينجوال ده انا حددت مكانه هنا ازاي؟ نزلت 12 ومشيت 12، نزلت 12 ومشيت 12 عشان احدد موقعه. وطبعا احنا عارفين من المرة اللي فاتت ان الخطوط بتاع البكل واللينجوال اللي انا بحط عليها المقاس بتاع الباكو لينجوال كراون، الخطين دول بطلع من السيرفايكال لاين، بطلع من السيرفايكال لاين 8 من ناحية البكل، بطلع من السيرفايكال لاين 16 من ناحية اللينجوال. دي ما قلناهاش بس قلناها في الفيديو اللي فات وبنكررها تاني. ده في الاول طلعت 8 ناحية 16، حطيت الخطين بتوعي، بعد كده حطيت النقطتين ام 15 اللي هي الباكو لينجوال دياميتر في الكراون. الكاسب تيب ميزيال على مكانه العادي، الباكال كاسب على مكانه العادي، اللينجوال كاسب بنزل له 12 وببعد عن الميد لاين 12، ومكان ما يتلاقوا احط نقطة زي كده. مشيت السطح ده كونكيف شوية، بعد كده طلعت عملت الكاسب ونزلت 5. طيب انا دلوقت عايز اعمل المارجنال ريتش،
ركز في الحتة دي. بص هاجي هنا كده اهو، تمام كده. الجزئية دي زي ما قلت لك كده بالنظر شوية، واجي هنا راح حاطط له ايه، خط كده شكل جمال. يعني انا مش شغال على الميزيان، افتكر ميزيو لينجوال، هنا في ميزيال وهنا في لينجوال، اجتمع الشرطين مع بعض. يبقى تيجي هنا كده وتروح حاطط له خط كده هنا، اكتب له عليه ميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف. ماشي يا سيدي. بالنسبة للروت بحط من هنا كده طربوش كده، واجي عندي تقريبا نص الروت واروح حاطط خط كده نص بالنظر، وابدأ اطلع شبه ستريت لاين، مش ستريت، اجي هنا مش انا ميزيال سيرفايكال لاين كيرفيتشر من ناحية الميزيال 4 ملي، اجي اروح واخد 4 ملي كده ناحية الديستال نفس الوضع، بس هيختلف ان انا ما احطش الميزيو لينجوال ديفلوبمنتال جروف، وابدا انضف بقى ايه الخطوط اللي ملهاش لازمه كده اهو. ده يعتبر ها اللور فور حاجه كده على خفيف. بالنسبه بقى للاوكلوزال بتاعه، الاوكلوزال بتاعه احنا عارفين ان هو دايموند ان شيب، ماشي دايموند ان شيب، عامله ازاي بالنظر برضو، يخرب بيت النظر اللي هيودينا في داهية ده. اجي كده هنا كده اهو، ما جيش اعمل خط في النص، لا انزل تحت النص بشوية واعمل ايه السنترال ديفلوبمنتال جروف. وبعد كده بص بهذه الحركة دي اوفال وراوندد، ايه ده، دي السنيك اي يا عم، ما هي دي كاركترستيك فيتشر بتاعته. واعمل البكل كاس، البكل تريانجولار ريدج محترم كده، واللينجوال تريانجولار ريدج قليل الادب كده صغير يعني. وبعد كده اعمل خطوط كده واقول دي ترانسفيرس ريدج،
وبعد كده هنا ظلل شوية واقول له دي المارجنال ريدج ميزال وديستال. بص يا سيدي هنا كده قلت له شرطة كده غزل له الاوكلوزال اقول له ده الميزيولينجوال ديفلوبمنتال جروف، واحط هنا الميزيال هنا الديستال هنا البقل هنا اللينجوال. بس كده يعتبر اللور فور خلص. شكرا، سلام عليكم.